إلى أين نريد أن نصل؟ تعالوا فعلا نقيم عملنا طوال سنتين من الاحتجاجات، سنتين من تواجد المعتقلين في السجون، سنتين لم يتعب هذا الشعب ويتراجع. تعالوا اليوم نقعد نقيم إلى أين وصلنا وإلى أين نريد أن نصل بعد حقق شيء في الأساس. إذن تعالوا نقيم، هل فعلا لدينا مطالب واقعية؟ نعرف أين تسير هذه المطالب، نعرف أين إلى أي مدى يجب أن نسير معها، أم نحن لسنا لدينا مطالب حقيقية؟ إذن تعالوا نقيم. ترى التقييم والانتقاد ليس عيبا، بل ليعلمنا ويقيس لنا إلى أين نريد أن نصل بهذا الشهر. ترى كلنا معكم، كل هذا الشعب معكم، كل الأشخاص الرموز المعتقلين المصابين كلهم معكم. إذا من حقهم علينا أن نقيم ونقول لهم هنا موضع الخطأ وهنا يصحح الخطأ وهنا نريد أن نصل بهذا الشهر. وهذه فرصة جيدة لنقول للسلطة ترى احنا سلميين ولكن عندنا استراتيجيات مختلفة، احنا ما نعتمد على استراتيجية واحدة طوال سنتين.